على السلامة. الله يخلينا ياكم، الله يديمك فوق راسنا يا سيدي، إن شاء الله ما بنحترمك. سيدي سقف المحرس عم يتلف عم يزعلنا وعينا، بقى بده شوية معجنة ودهان الله يخلينا ياك يا سيدي. تضرب أنت والمحرس بعد من وشي، هلا وقت المحرس تبعك؟ أمرك سيدي أمرك، دخيلك لا تواخذني، والله مو بقصدي. انتي ليش ما بتسمعي الكلام؟ مدام صديقي حطيت لك الفنجان قهوه معلقه بن مثل ما وصيتيني. لا وانتي صادقه، حاطه معلقتين بن. وصلت وصلت بفنديقها بمستودع. خذي كاسه المي معي. امتى اجيت؟ هلا اجيت، مالك شايفتيني يعني؟ وليش مانك فاتح زمور الخطر مثل عادتك؟ الزمور عطلان وعم يقطش، ابعيد عنك. يو شو بقى؟ ليش هيك قالب خلقتك؟ لك يا انعام، انت مالك عايشة بالبلد؟ ما عم تسمعي انه في تسريحات وتنقلات على مستوى عالي كتير؟ امبلا سمعت، بس انا بعرف انه بس عم بصير تنقلات انت عم تضل بمحلك، من شو خايف بقى؟ خايف لانه هالمرة الحديدة حامية كتير وفي روس كتير بتطير. بس انت راسك تقيل، ابن عمك حسين دعمك وما بيتركك. يا ستي حسين نفسه بجوز يطير. شو هالحكي؟ ايه مو معقول. مثل ما عم قل لك، بس اللي بعرفه انه ابن خالتك ابو سندس وازن كتير وايده واصله. صحيح ما بقول لك لا، بس ابن خالتي مثل ابو الحسين ما بتعرفي له مبدا، يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. الو نعم. مين بيده؟ لحظه سيدي، بدك المقدم ابراهيم. خير، شو بده المقدم ابراهيم كمان؟ الو اهلا مقدم ابراهيم، يا اهلا وسهلا. شو هالحكي؟ عامل طوشه؟ ساحب سكينه على رفيقه؟ طيب الله يرضى عليك يا سياده مقدم، دبرها من عندك ولفلف لي الموضوع. لا يعني بس شو بدهم، انا جاهز. واعمل جهدك تقنعهم ما يرفعوا دعوة. وين الولد هلا؟ هرا؟ ماشي الحال ماشي الحال. هو يا ريتك ماسكه وحبسه عندك كان أفضل. سيدي ألف شكر. لا 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 هو لا يهمك، بس بصراحة ما بعرف شو صاير لهالولد، يعني ليش هيك طالع مشراني ما بعرف. شكرا لك، شكرا لك يا سيدي، مع السلامة. الله معك، مع السلامة. لسه هالولد بده يجيب لي اخرتي. وشيرين كمان عامله مشكله اليوم بالفحص. خير بقى، شو عامله؟ نقله بالفحص وعلقانه مع المراقبه ومع المديره. لا حول ولا قوه الا بالله، هلا وقتهم؟ لك فهميهم يا انعام، فهميهم انه ابوهم على كف عفريت وبجوز يطير بين اللحظه والثانيه، بقى مين بده يحميهم وقتها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. على شو ناجي؟ ما بدك تتغدى؟ ومنين بدها تجيني القابلية؟ تغدي انتي، مالي نفس النوم. روحي روحي ضبي الغداء. بيني وبينك يا ناجي الحديدة حامية تمام، بس أنا دبرت حالي ومشي الحال. لكن يا عمي انت وراك عمك أبو شريف وما حدا قدك، وانت كمان مالك منطيعة قليلة، انت وراك ابن عمك حسين. صحيح، بس خايف يطير قبلي هيك قلك، لأنه هيك عم بسمع. يا سيدي ما بيخاف عليك، بيت السبع ما بيخلى من العظام. ما بعرف يا يوسف، ما بعرف بصراحه، هالمره نازني قلبي. على طول بتحكي هيك وبالاخير بتطلع مبسمر بالكرسي. عفوا استاذ، شو بحبوا غدا؟ ولك ما اجيت قبل شوي وسالتنا وقلنا لك بعدين؟ العمى بقلبك شو ما بتفهم؟ روح من هون هلا، روح قبل ما ازعلك مساك. عفوا سيدي انا اسف. ايه روح نقلع من وشي، اسف. لا يا ابو وسيم، ليش هيك سويت؟ هي قطع عمره وعمره عمره، ما شفته شلون عجزنا وهو رايح جاي. يا ابو وسيم انت لازم تحفظ خط الرجعه،
بركي بكره عفونا من مناصبنا، شو بده يكون موقفك قدام هالقرصون اللي بهدلته؟ اكيد راح يحقد عليك وما بتعرف شو ممكن يساوي. لذلك يا ابو وسيم لازم من هلا ورايح تعامل الناس بلطف وتكسبهم، لانه الاسى ما بينتسى يا ابو وسيم، وانت سيد العارفين. لا وخاصه انت هلا على كف عفريت. صباح الخير ابو عساف. صباح الخيرات سيدنا، الله يخلي لنا ياخ، الله يديمك فوق راسنا، ان شاء الله ربي ما بنحترمك يا سيدي. كيف العيله؟ كيف الاولاد؟ العيلة سيدي بدعوا بسلامتك، عم يفزوا بالليل ويصلوا يدعوا لك، ان شاء الله ربي بيصير عندك طياره هليكوبتر يا رب. الله يسلمك. الله يخليك. ابو عساف لازمك شيء؟ بدك شيء؟ لا سيدي ما لازمني شيء، بس سيدي مشان سقف المحرس شو بدنا نساوي؟ لك بعدين بعدين. تضرب انت والمحرس، بجوز طير انا وياه. روح روح. صباح خير يا شباب. صباح النور. شلون صحة؟ شلون اخباركم؟ صباح الخير. اهلين معلم. اهلين. سلام عليكم. الله يعافيك. الله يعافيك. اهلا وسهلا. الله يعافيك. شو وسط معلمنا اليوم؟ هالوزع ابتسامات وسلامات، ماله بالعادة؟ معلم علم. شو هالولد؟ شو هالولد؟ خلصنا. إذا ما بصفوا الدور ولا معاملة تمشي اليوم. شو هالولد؟ شو هذا؟ اهلين سيدنا. اهلين وسهلين. ليش انت عم تصرخ بالناس؟ لانه سيدي عم يعملوا فوضى. طبعا هذا حقهم الطبيعي. انت لو كنت منظم الدور ما كان صار هيك ابدا، بس انت اصلا بدك تصير هالفوضى مشان تستفيد، صح ولا لا؟ مزبوط سيدي مزبوط. الي قال لي اعطيني 100 ليره لفوت لك معاملتك اول وحده، بس انا ما رضيت. سمعان؟ مخصوم منك 10 ايام. بس هذا كذاب يا سيدي. ايه سكوت سكوت. المواطن دائما على حق. هاتوا ضبيركم لشوف. هاتوا. شكرا استاذ. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. كثر خيركم سيدنا. الله معك. ايمتى نرجع لك؟ بعد بكره. شكرا استاذ. الله معك. الله يطول عمرك. بعد بكره. مع السلامه. مع السلامه. عفوا سيدنا. قسي عليك قسي عليك. روح سكر الباب وراي. ايوه اهلي. صباح الخير ابن العم. كيف صحتك؟ كيف العيله؟ كيف الاولاد؟ الله يخلي لي اياك. طمني شو الاخبار؟ شو الحكي؟ الاخبار ما بتطمن؟ طيب تسلم لي عينك ابن العم، انا عم بسمع من هون وهون انه بدي طير، بقى ممكن انك تساعدني بهالمساله؟ شو عم تحكي انت ابن العم؟ معقول كون انا وياك بالمقلاية سوا؟ اعوذ بالله. يعني ممكن تطير قبلي انت الثاني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شكرا، مع السلامة، الله معك. لك ورصاص يا اخي العراق تخلع. انت ما في بمخك غير دهان المحرس وتصليح السقف؟ العمى شو مخك فاضي وعيشك راضي؟ فوت فوت. هلا اجيت يا دوبني وصلت. اتصل جوز بنت خالتي ابو فرحان، قال بده يسالك شو صار مشان عسكريه ابنه. قلي له ما عاد يطلع بايده. واتصلت جارتنا ام احمد، قال بده تسالك شو صار مشان المسابقه اللي وعدت فيها هداك اليوم. قلي له لسه ما اعلناها.
واتصل ابو سمير جوزها لدعد، قال بيقول لك البضاعه تبعه رح تصل على المطار بعد بكره وبده منك. ولك يا انعام يا انعام فهميني شوي بس، يعني كانك مالك عرفاني شو صاير. ولك جوزك بده يطير، بده يطير. ما عم تفهمي عربي انت؟ ما عم تسمعي اخبار؟ بقى شلون بده يخدم الناس؟ افهمي علي مشان النبي. طول بالك ناجي ولا يهمك، المهم هلا مشان ابنك وسيم. شو بقول الاخ كمان؟ كمشت الشرطة على طريق المطار عم يسوق السيارة بسرعة 150 كيلومتر. ولك هدول ولادك شو صاير لهم؟ ولك شو صاير لهم؟ امتى بدهم يزوقوا على دمهم بقى؟ يعني ما بعرف شو بدهم يساووا إذا قلعوني. لك آخ آخ يا أنعام. لا تخاف ناجي ما رح يقلعوك، أصلا ما بيقدروا يستغنوا عنك. هو الله يسمع منك، بس بصراحة قلبي ماله مطمن منوب. الو الو، بمين عم تتصل؟ بابن عمي حسين. صار 100 مره متصل فيه اليوم، حاجه بقى مو حلوه. ما حدا عم يرد لا بالبيت ولا بالمزرعه ولا بالفيلا ولا بالشاليه ولا بالمكتب. مسافر يعني؟ ولك شو مسافر، اليوم الظهر كنت عنده بالمكتب، بعدين شلون بده يسافر بهالظروف؟ نام هلا، نام والصباح رباح. قال نام قال، وشلون بدي نام وانا مثل فرخ السمك بالمقلايه؟ ألو نعم، شو الحكي؟ إمتى طلعت التعيينات الجديدة؟ يعني ما لي اسم؟ بسيطة. شو الحكي بالله عم تحكي جد؟ كمان طار؟ لا 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 ولا يهمك، أنا كنت فايق. شكرا، الله معك، مع السلامة. يلا لا يسلم فيك ولا عظمة، لعم على الأخبار البشعة. أكيد هذا شمتان فيني. خير شوفي؟ شوفي؟ جوزك طار يا أنعام، جوزك طار. شو يعني؟ يعني صرنا مواطنين عاديين وصار لازم نوقف على الدور ونركب تكاسي وبدنا واسطة حتى نمرق شغلنا. شو هالحكي؟ الله لا يقدر. يا ستي قدر وخلاص. وابن عمك حسين؟ كمان التاني طار. هلا صحيح قلعوك من الوظيفة؟ قلعوني؟ ولك تضرب انت وهالملافز، ولك قول عفوني، قول ريحوني مؤقتا، قول اقالوني مو قلعوني. عفوا بابا عفوا، ما فهمت قصدي، يعني انه انت هلا ما حدت مسؤول ما هيك؟ لكن بلا انا مسؤول، سواء كنت بالوظيفة او برات الوظيفة، ضل مسؤول انا. بابا انا صرت خايف اطلع من البيت هلا. طبعا قد ما لك عامل مشاكل انت. بابا وانا كمان بكره ما فيني اروح على المدرسه لاني متخانقه مع المعلمات والطالبات وحتى المديره كمان. ولك تضرب منك الها، لك يعني انا ناقصني هموم ومشاكل حتى اكل همكم؟ وينك هلا بتاخذ اختك وبتروح على المزرعه فورا، بتهربوا من الوش كم نهار، فهمت شو عمل لك؟ حاضر بابا. حاضر. يلا من هون. تفضلي معي. الو شمتان يا ابن الكلب، انا بفرجيك لك اخ، بس لو طلع رقمك على الكاشف. او رصاصي رصك رص شو قليل حياه. ان شاء الله رح تسكت. قوم اتحرك، قوم اسعى ودبر حالك. فعلا لازم لازم دبر شي منصب، لازم. أنا خدمتهم كتير وبصراحة ما بقدر أعيش برا منصب منوب، بس إذا ابن عمي طار فمو معنات هالشي إني إيقاس، لأنه ابن خالتي أبو سندوس لساته بالسلطة وبيطلع بإيده كل شي. والله أنا قتلي راسي من التزميد، شباك أستاذ.
شو استاذ؟ نضب اغراضنا ونمشي؟ لك شو تضب اغراضك وتمشي؟ يضبك عزرائيل ان شاء الله، انا لساتني مسؤول هون، فهمان؟ يعني عفوا منك استاذ، سمعنا انه سرحوك. سد بوسك، انا اللي قدمت استقالتي مو هن سرحوني، انت بتضل هون وراح اجيب لك امر بهالشيء، سمعان؟ امرك مثل ما بدك. ايه؟ اعلم ان الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فاصبر فكلاهما زائل. واكيد سمعتي ابن خالتي بمأساتي وكيف غدروا فيه. طبعا سمعت، وصدقني زعلت من كل قلبي. يعني معقول يرموني هيك بعد كل هالخدمات اللي قدمت لهم اياها؟ معك حق، والله العظيم معك حق. يعني المفروض بعد كل الخدمات اللي خدمتهم اياها لازم يرفعوك مو سرحوك؟ دخيلك يا ابو سندس دبرني، لاني بالحقيقه مالي غيرك، وانا بطق بلا منصب، ببجن بلا مسؤوليه، هيك تعودت. بس انت بتعرف تماما انه مستحيل ترجع لوظيفتك. بعرف والله بعرف، بس يعني اذا بتدبروني بشي منصب تاني كون ممنونك. على عيني تكرم، بس يعني يمكن يكون اقل مرتبه شوي، معلش. شو عليه يا سيدي؟ شو عليه؟ ماشي الحال. طيب شو رايك بمنصب رئيس بلدية؟ رئيس بلدية؟ ماشي الحال. كم سيارة رح يكون عندي؟ اولا رح يكون عندنا سيارتي بس وبيك اب. يا حبيبي بدك تركبني بالبيك اب مثل الخواريف؟ اتحمدي ربك يلي وصلنا لهون، ابن عمي حسين ما خلو عنده ولا سيارة. ويا ترى في سفر لبرا ولا ما في؟ في سفرة للبنان، سفرة للأردن، ومؤتمر بعمان. يعني ما في رحلات على أوروبا وعلى أمريكا مثل الأول؟ لا والله ما في للأسف، ما في. والمحرس؟ اطمني، خلونا يا. لا منيح، ماشي الحال، أحسن من بلا. وإمتى بقى بدهم يسلموك هذا المنصب الجديد؟ وعدني أبو سندوس إني استلمه بعد أسبوع، وبتعرفي أبو سندوس لما بيحكي. شو القصة يا أبو سندوس؟ يعني لحد هلأ مضى شهر كامل ولسه ما استلمت المنصب؟ الحقيقة ما بعرف شو بدي لك يا ابن خالتي، المنصب يعني طار، أخذ واحد أتقل مني بكتير، قال بده إياه لواحد قرايبه يعني هيك كم شهر لبين ما يلاقي له بعثة لبرات البلد. طيب وأنا شو بدي ساوي؟ فهمني يا ابن خالتي فهمني، أنا ما بقدر أقعد بلا مسؤولية وبلا منصب منوب، بتعقد يا أبو سندوس. ماشي الحال ماشي الحال، ولا يهمك، خلص في عندي منصب بس أقل ما قلت لك عنه المرة الماضية، بيمشي حاله معك؟ شو هو؟ يا سيد ابن عينك المدير العام لجمعيات تحسين الاعلاف. منيح هيك تحسين الاعلاف سيدي. ماشي الحال ماشي، بس شو ميزات هالوظيفه؟ اولا راح يسلموك سياره موديل 1988 موديل السياره. يا حبيبي كملت معنا والله. وراح يعطوني 500 لتر بنزين بالشهر. بس بابا انا هدول بنهار واحد بصرفهم. لك اخراس ولا اخراس؟ هلا مو شاطر الا بالاعتراض. خليني اشرح لامك ميزات المنصب الجديد. دخلك هي السياره المستاجره، شو راح تساوي فيها؟ يا ستي بنسلمها لاصحابها وصلى الله وبارك. يا حبيبي يعني راح نضل على سياره واحده؟ ما راح يعطوك سياره ثانيه؟ راح يعطوني تراكتور وبراء تريلا. حلو والله، مو ناقص غير اطلع بتراكتور. وراح يبعتوني باذونات سفر على المحافظات. يعني ما في سفر لبرا؟ لا والله ما في. بابا انا ما عدت اروح على الجامعه. ولا انا كمان بابا، يعني شلون بدي اهرب من نظرات رفقاتي انا؟ ولك خرسوا انتو اثنين وبلا لعي، احمدوا ربكن على هالمنصب يلي بألف يا ويله حتى قدرت احصل عليه. وامتى رح تستلم هذا المنصب الجديد؟ يعني بعد اسبوعين، هيك وعدني ابن خالتي ابو سندوس. شو استاذ؟ شو صار معكم مشاني؟ ولك ما جبت لك كتاب من ابو سندوس مشان تضل عندي لما بدي استلم المنصب الجديد؟ وما استلمته لسه؟ لسه. شوف استاذ، باي اسبوع قدامه، اذا ما جبت لي الكتاب الجديد رح ضب اغراضي واحمل ضربتي وامشي. لك شو تضب اغراضك؟ ناوي تطير لي هيبتي انت؟ استنى شوي يا اخي، طول بالك. شباب ايه حبيبي؟ ما بعرف حقيقي، ما بعرف ايش هيك حظك يا ابن خالتي، كل ما بدبر لك منصب بطير. طيب شو صار بمنصب مدير التخزين والتبريد؟ للاسف طار كمان. طار يا ابن خالتي هذا المنصب طار. وبعدين يا ابو سندوس الله يخليك، انا واختك ام وسيم والاولاد رح نجن والله رح نجن. خلص يا ابن خالتي خلص، ولا يهمك، ازرع هالمره بدقني ولا تضوج.
صدقني ما عاد اقدر، ما عاد اقدر منوب، يعني ست اشهر واربعة ايام وانا بلا منصب او مسؤولية يا ابو سندوس، ايه وين صارت هي؟ قسما بالله جمعة زمان على هالحالة وراح تلاقي ابن خالتك يا زاتت حاله بالنهار يا رامي حاله من فوق شي مادنة، يا زاتت حاله قدام شي قاطرة ومقطورة. لهالدرجة ابن خالتي؟ وأكتر، ليش مين ما بيحب المناصب والمسؤولية؟ وخاصة يلي بيدوقها، بقى دبرني يا ابن خالتي، دبرني الله يرضى عليك. تذكرت ابن خالتي؟ تذكرت؟ في لك عندي منصب. شو هو؟ الحقني فيه دخيلك. يعني ابن خالتي هو ما له قد المقام، يعني مقامك كبير الحمد لله، بس يعني بتصوري هذا المنصب لا راح حدا ينافسك عليه ولا راح حدا يزاحمك على هالمنصب. يعني هو منصب منصب؟ ايه طبعا، منصب محترم، بس يعني هو حقيقة يعني أقل من المنصب السابق. يا سيدي قبلان شو مكان؟ بس شو هو؟ يا سيدي راح نعينك مختار حارة السبعة وزمتها، شو رأيك؟ السبعة وزمتها؟ وين تجي هاي؟ هون عنا بالبلد، وين بدها تكون يعني؟ وحارة كبيرة ومعروفة كمان. يلا لا تتردد وأنا بدي نفعك، صدقني بدي نفعك. طيب هالمنصب في سيارة؟ بالحقيقة سيارة لا، بس فيها موتوسيكل، ويعني للأسف يعني بده شوية تصليح ومثل الطيارة بصير. ماشي الحال، بس بعد إذنك ابن خالتي بدي أحط كلبة قدام مكتبي إذا ما في مانع. يا سيدي ولا يهمك، حط يلي بدك إياه، ما عنا مشكلة. وإمتى رح استلم المنصب؟ بكرة، بكرة من الصبح فيك تستلمه، اتفقنا؟ منيح منيح، كتر خيرك. لك وبعدين يا حبيبي امتى بده يجي المختار؟ شو هالحكي؟ شو رايك تيجي تقعد محله؟ لك حبيبي ما بدي اقعد محله، بس بدي روح اتيسر على شغلي. ايه استنى على شغل، يلا خلاص انت الثاني هدو لحتى يجي. الله العظيم على القصة. شو هالحكي؟ صار الساعة 11 وهرجع. الولاد عم يفزوا بالليل ويصلوا يدعوا لك ويقولوا الله يعلي مراتبك اكثر واكثر يا سيدي. شكرا شكرا يا حبيبي. مرحبا مختار. اهلين، شو فوتك على مكتبي انت؟ والله بسجل معامله. اطلع على برا، اطلع على برا يا ابو عساف. نعم سيدي. الله يرضى عليك، من هلا ورايح ما بتخلي حدا منه بيدخل لعندي قبل ما اقرا الجرايد واشرب فنجان قهوه. امركم سيدي امركم، برا برا لا يقرا زياده الجرايد برا. الو، قول لك اضحكوا مثل ما بدكم، المهم انا مستلم منصب وقاعد على كرسي حكومي. يا حلاوة المنصب يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة اشعلوا ورا الدنيا.